دكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية مؤخراً أو من كام يوم كانت دار الأوبرا بتحتفل بعيد ميلادها وكان في احتفالية وكمان خلينا نقول إنه دار الأوبرا والمرة المليون هي أول دار أوبرا أنشئت في المنطقة. تعددت المباني ولكن فكرة إنشاء دار الأوبرا كان أول مرة يتعمل في مصر. طبعاً إحنا أول دار أوبرا حضرتك زي ما حضرتك عارفة في وقت الخديوي، وحضرتك عارفة التاريخ طبعا انها كانت معمولة في الوقت ده عشان تقدم الاحتفالات اللي بتخص مصر في الوقت ده. طبعا لما احترقت الاوبرا كانت طبعا الحكومة المصرية حريصة ان يبقى في دار اوبرا في مصر، واحنا من اقدم واعرق الاوبرا يعني دور الاوبرا في الوطن العربي. عيد ميلاد الأوبرا ده بنعمله كل سنة، ده تقليد من ساعة ما الأوبرا اتفتحت، والسنة دي طبعا احنا بنكمل مسيرة يعني زي الرؤساء السابقين زي ما كانوا حريصين على انهم يعملوا عيد ميلاد الأوبرا، انا برضو كنت حريصة مع فريق العمل ان احنا نقدم عيد ميلاد الأوبرا، والمرة دي حرصنا ان كل الفرق تشارك وتبقى وحدة واحدة متلاحمة. واحنا يعني يمكن في ناس كتير ما تعرفش ان احنا عندنا 13 فرقه داخل دار الاوبرا المصريه. هو ده كان سؤالي القادم. الاوبرا المصريه فيها فرق كتيره جدا فعلا. ممكن تقولي لنا حتى بعضهم حتى لو مش كلهم؟ لا، ال 13 فرقه يعني احنا اولا عندنا خمس فرق موسيقى عربيه. خمسه مش فرقه واحده؟ لا، في خمسه. خمس فرق، وعندنا فرقه الباليه، وعندنا فرقه الرقص الحديث، وفرقه فرسان الشرق، وعندنا اتنين كورال، كورال الأوبرا وكورال أكابيلا، وعندنا اتنين أوركسترا، الأوركسترا السيمفوني والأوركسترا الأوبرا اللي بيوقود مع الأوبرا والباليه، وعندنا فرقة الأوبرا سوليستات الأوبرا. فكنا حريصين إن احنا في عيد ميلاد الأوبرا إن ال 13 فرقة يطلعوا على المسرح ويقدموا كل فرقة اللون بتاعها، ولكن اللي كان الجديد المرة دي ان احنا كنا عايزين نعمله بشكل متلاحم، يعني ما تبقاش فرقة طالعة بتقدم فقرة وبتمشي، هي الفقرات فعلا ورا بعضها بس احنا ضمينا فرق مع بعض عشان تبقى واحدة واحدة، فبان ان في زخم في الفعالية. وطبعا ان كل ده يبقى لايف، يعني الاوركسترا تعزف، الكورال يغني، الباليه يشارك، الموسيقى العربيه احنا عندنا خمس مايسترو موسيقى عربيه كلهم طلعوا قدموا فقراتهم تباعا، وكان اول مره ان هم الخمس فرق تشتغل مع بعض. اللوجيستكس كتيره قوي يعني، التحضيرات يعني كانت كتيره جدا. بس طبعا حضرتك هم محترفين، فكل فرقة بتقوم ببروفاتها منفصلة، وبعدين بيحصل ده طبعا في البروفات النهائية اللي هي الجنرال عندنا، كل ده بيتجمع في وقت واحد، وطبعا عشان يعني الاحترافية بتاعتهم فالمواضيع يعني بتبقى أسهل. أنا شوية أتذكر مقولة قالها لي واحد من أهم وأشهر الموسيقيين في العالم العربي، ومش هقول اسمه منعا للحرج لأنه هو قال لي الكلام ده أوف ريكورد يعني. كان عنده حفلة كبيرة جدا هنا، وأحد العازفين حصل له ظرف فما جاش. تشيل. فهو بيحكي لي بيقول لي تخيلت إن الدنيا وقفت، لأنه إحنا عندنا يعني في المكان اللي هو جاي منه في العالم العربي، يعني لو العازف اللي كان اللي عنده نوتة مهمة غاب الحفلة ممكن تتأجل، لأني مش هلاقي البديل اللي يقدر يعزف on the spot في نفس اللحظة ويبقى في تجانس مع الجميع. قال فأنا قلت مشكلتي وخوفي ده، فالمايسترو قال انت قلقان ليه يعني قال لي ما كنت فاهم، مش فاهم هو المايسترو هو اللي على قلب مراوح ولا ايه؟ قال لي جاب لي ثلاثة أحسن من بعض. فالحقيقة قال لي يعني انتوا مصر عندكوا كنز من العازفين والموسيقيين، يعني ده كلام واحد من أكبر الموسيقيين في العالم العربي.